السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب فرق الدوري الألماني وترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات اليوم السبت 14/9/2024 في الجولة الثالثة من الدوري الألماني. قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في ساحة جناتك، اللهم ادخلهم الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم اهلك الصهاينة ومن أيدهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين، اللهم آمين. متابعينا الكرام، اليوم السبت أو أمس الجمعة 13/9/2024 بدأت الجولة الثالثة من الدوري الألماني. دورتموند فاز على هايدنهايم 4-2، أحرز هدف دورتموند دون المليم في الدقيقة 12، كريم أديمي في الدقيقة 17، كريم أديمي في الدقيقة 41، وإمري تشان في الدقيقة 93 ضربة جزاء. متابعين الكرام، أما اليوم السبت 14/9/2024 لايبزيج تعادلت أمام يونيون برلين 0-0، هوفنهايم خسرت من باير ليفركوزن 1-4. عندنا فرايبورغ فازت على بوخم 2-1، فولفسبورغ خسرت من أينتراخت فرانكفورت 1-2. أحرز هدف فولفسبورغ بوتي باكو في الدقيقة 76، أسيست محمد عمورة، هدفي فرانكفورت عن طريق النجم المصري عمر مرموش في الدقيقة 30، والهدف الثاني عن طريق النجم المصري أيضا عمر مرموش في الدقيقة 82 ضربة جزاء. ما شاء الله عمر مرموش، بسم الله ما شاء الله عليه. بروسيا مشنغلادباخ خسرت من شتوتجارد 1-3. الحسن بليا سجل هدف مشنغلادباخ في الدقيقة 27، حسن بليا ده مع مشنغلادباخ من أول ما أنا عملت القناة، يمكن قبلها كمان أو ممكن اول عام 2019، بسم الله ما شاء الله. هولشتاين كيل خسر من بايرن ميونخ 1-6، احرز هدف البايرن السته. جمال موسيالا في الدقيقه الاولى اسيست هاري كين، هاري كين سجل هدف ثاني في الدقيقه 7، اسيست سيرجي غنابري. نيكولاي ريمبرغ سجل هدف في مرمى بيلعب لهولشتاين في الدقيقه 13، الهدف الرابع عن طريق هاري كين في الدقيقه 43، اسيست كين غيسلي كومان، الهدف الخامس عن طريق مايكل اوليس في الدقيقه 65. يبقى كين خرج لا ما خرجش صدق، وهاري كين سجل هدف السادس في الدقيقة 91 ضربة جزاء. يعني هاري كين سجل 3 أهداف وعمل أسيست، بسم الله ما شاء الله، لو موجود في الفانتازي كان عمل شغل عالي. طبعا مفيش فانتازي في ألمانيا يعني. المهم خلينا نتعرف الآن على ترتيب فرق الدوري الألماني وترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات اليوم. المركز الأول بايرن ميونخ 9 نقاط، بروسيا دورتموند المركز الثاني 7 نقاط، لايبزيج المركز الثالث 7 نقاط، هايدنهام المركز الرابع 6 نقاط، باير ليفركوزن المركز الخامس 6 نقاط، فرايبورغ المركز السادس 6 نقاط، اينتراخت فرانكفورت المركز السادس مكرر 6 نقاط، يونيون برلين المركز الثامن 5 نقاط، شتوتغارت المركز التاسع 4 نقاط، فولفسبورغ المركز العاشر 3 نقاط، بروسيا مشنغلادباخ المركز 11 3 نقاط، هوفنهايم المركز 12 3 نقاط، ماينز المركز 13 نقطتين، فيردر بريمان المركز 14 نقطتين، اوكسبورغ المركز 15 نقطه، سانت باولي المركز 16 بدون نقاط، بوخم المركز 17 بدون نقاط، ولشتاين كيل المركز 18 الاخير بدون نقاط. متابعين الكرام، ترتيب الهدافين في المركز الاول اندريك كاماريتش لاعب هوفنهايم 4 اهداف يتساوى معه هاري كين لاعب بايرن ميونخ، والمركز الثاني ارميدين ديمروفيتش لاعب شتوتغارت 3 اهداف، فلوريان فيرتس لاعب بايرن فيركوزن، وعمر مرموش النجم المصري لاعب فرانكفورت. بعد كده اكتر من لاعب سجلوا هدفين. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، اراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.